السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكون دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي جراند برايم بلس في حالة نسيان النمط أو كلمة مرور الشاشة. الطريقة دي هتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو مش فاكر الحساب أو ناسي كلمة السر، أسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه إزاي نتخطى حساب جوجل لنفس الجهاز. بنقفل الجهاز خالص، وبعدين بنضغط على زر رفع الصوت وزر الهوم وزر الباور التلاتة مع بعض ضغطة مطولة. أول ما بيظهر شعار سامسونج بنشيل إيدينا من على زرار الباور وبنفضل ضاغطين على باقي الزراير. بتظهر لنا الشاشة ديت، بنشيل إيدينا من على كل الزراير. بننزل عن طريق زرار خفض الصوت للاختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، بنضغط اوكي بزرار الباور، بننزل على يس وبعدين نضغط اوكي، بنضغط اوكي بزرار الباور عشان نختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو. الجهاز هيعمل اعادة تشغيل. بعد إعادة التشغيل بنختار اللغة ونضغط بدء، التالي 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 عدم الإدراج الآن. بنشيل العلامة من المربع ده وبعدين بنضغط تخطي، تخطي على أي حال التالي تخطي تخطي إنهاء. تم إعادة ضبط الهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.